يعطيك العافية يا جمال، أغنية جميلة واليوم أديتها روعة. الأغنية غنتها الله يرحمها ذكرى، قالوا حبيبك مسافر، وإن شاء الله أنت مستمر معانا وما تكون مسافر يوم الليل. إن شاء الله. أغنية أنا انطربت له صراحة. أغنية كانت مرة حلوة جمال. خلينا نسمع تقييم اللجنة. دكتور يعقوب الخبيز تفضل. جمال، أنا كنت ناطر أحد يغني الأغنية هذه، كنت ناطر أحد يغني الأغنية هذه. هذا من الأغاني اللي جدا جدا صعبة بالغناء. طبعا أنت وفيت وكفيت، لكن بعض طلعت منك كذي شغلات، بس شنو يعني؟ بسيطة جدا يعني، لطشات بس كانت out of tone يعني. أعطيك 10. أستاذ سمير ملا تفضل. صوتك جميل جدا يا جمال، وبعدين اللي مستانس أنا من صوتك إنك قاعد تستخدم المقامات جميلة متداخلة. تعرف كم مقام أنا حسبتهم عليك؟ 4 مقامات. 4 مقامات قاعد أسمع، يعني تداخل بأسلوب جميل جدا ورشيق، ما حسيت. لكن اللهم أنه بس دخولك أول ما بديت وكان شوية ما أدري هو منك ولا من الفرقة ولا من أذوني، ما أدري، بس أنت حقيقة من الأصوات الكويتية الواعدة اللي أتمنى إذا كان يسمعوني الآن المسؤولين أنه لابد أن يهتمون فيك. يهتمون فيك الدرجة أستاذ سليمان. وأنا بالنسبة لي يعني طبعا أنا أكون الأولوية أني أسوي لك ألحان جديدة، واحد الشيء ثاني. وبعدين دام أنه موجود أحمد الشرقاوي يصير مؤلف. وأنت تستاهل 10. الأستاذ أحمد الشرقاوي تفضل. أنا بقول حق جمال، يا أما أنه هو مو مقدر نفسه، يا أما أنه هو ذكي جدا وقال أنا بيهم في المرحلة هذه مع المراحل المتقدمة في البرنامج، وأبي أفاجئ اللجنة وأفاجئ الجمهور. اليوم جمال نجم متألق، أنا أدري شنو إمكانياته، لكن اليوم تجاوز الحقيقة. الأغنية قاعد تسأل من حقه، قالوا لي حق ذكرى الله يرحمها، أعظم صوت خلقه الله. نساني جمال في الأداء الحلو اللي قاعد يقوله، نساني وخلاني بعرف من اللي قاعد يغني هالأغنية. جمال اليوم أنت مبدع، أمتعتني وأطربتني وونسني قعدتي بصراحة. هذا الأجر اللي أنا ماخذه إني أسمع مثل هذا الأداء الحلو، تستاهل الشكليتة والبرميتة والقرص عقالي 100 من 10. شكرا. جمال أنت ثاني متسابق معنا الليلة يأخذ الدرجات النهائية من لجنة التحكيم. حضورنا ومشاهدينا ولجنة تحكيمنا اللي ما تعرفونه، أن جمال بروفات أمس كانت بروفاته الأغنية الثانية، بلحظة غيرها وسوى بروفاته حق الأغنية هذه بالذات. نبي نعرف ليش. الأغنية الأولى اللي اخترتها اللي هي قرب المايك، كانت أغنية الأولى اللي اخترتها موسيقتها طويلة، فما راح تكفي ما تعطي المجال إن أنا أغنيها بالحلقة كاملة، فقلت إني أغيرها. غيرتها، والأغنية الثانية كان لها ظروف إن المطرب صارت مضربة وياي الأغنية، وقلت مو مشكلة هم أغيرها. قلت لا أقوى عليك، فقلت خلاص يغنيها أنا أغني أغنية ثانية. طبعا مع الأستاذ جمال السمي طبعا هو اللي قال لي اختار الأغنية حلوة وغنيناها. طبعا صار في شوي اختلاف على الطبقات، قلت مو مشكلة أغني فوق وأجرب، هي تجربة واحدة بالعمر، يمكن تصيب يمكن تخيب، الحمد لله. تجربتك صابت وأخذت الدرجة النهائية من لجنة التحكيم. عادل إيش حاب تقول لي جمال؟
طبعا اول مره يعني توني اسمع موضوع الاغنيه، واعذرني يعني اذا كان في شيء متشابه. ما راح اضيف على كلام الاساتذه، بس صراحه يعني انا من البرامج اللي تابعتها ما سمعت مطرب كويتي بقوة صوتك طلع في الفترة اللي طافت. بالاهتمام يعني احنا هاي اللي كان يعني بداية ظهورنا نحتاج كان اهتمام من دولتنا، من المكان اللي احنا نطلع فيه. ما نبغي احد يجينا من برا ويطلعنا. والكويت هي طبعا ولادة النجوم ولها فضل كبير على كثير من النجوم، وانا واحد منهم. يعني انا اكثر طلعاتي واكثر برامجي كانت من الكويت، فان شاء الله يهتمون فيك وتكون من الاصوات اللي فعلا يعني لما بكره نشوف هلا فبراير وهذه المهرجانات يكون في صوت يقدر يقدم هذه الاعمال مثل ما قدمت عمل من الاعمال القويه اللي الشباب ما يغنونها. هي اغنيه للفنانه ذكرى الله يرحمها، ودائما اصوات النسائيه تغني هذا العمل يعني، فالله يوفقك ان شاء الله. شكرا الله يسلمك. جمال، ايش حاب تقول لجمهورك الليله؟ والله اول شيء انا حاب اسلم على ابوي خارج الكويت، صار له فتره. قرب المايك وشوف الكاميرا ووجهته حق تحيه حق ابوك. حاب احيي ابوي ومسافر الحين ومشتاق له وايد، واهدي له الاغنيه اللي انا غنيتها، واقول حق الجمهور ما قصرتوا على هالاشياء الحلوه، واللي يشوفوني هم متابعيني ربعي وغير ربعي ومشكورين ما قصرتوا، ولجنه التحكيم طبعا على راسي من فوق. إن شاء الله يجعلك بالسلامة. جمهورنا ومشاهدينا، جمال رقم تصويته 18 الليلة، أبدع وأخذ الدرجات النهائية. صوتوا له برسالة نصية برقم تصويته للشركة تابع لها. اليوم بدأ التصويت حق جمال وزملائه اللي غنوا واللي راح يكملون معانا في سهرتنا الليلة. ونذكركم أنكم ترسلوا رقم التصويت من غير اسم المتسابق. الحين حنسمع من ضيفنا أغنية حلوة بس بعد الفاصل. عشان خاطرك هالمرة بعديها، لكن إذا عدتها ذنبك على جنب. عشان خاطرك هالمرة بعديها، لكن إذا عدتها ذنبك على جنب. روحي ما هي لك صايمك تعلم، خاف من ربك، روحي ما هناك صايمك تعنيها، لا صرت من خاف مني، خاف من ربك. عشان خاطرك هالمرة بعديها، لكن إذا عدتها
اسويها اعرف وشلون اخلي الغيرة تلعب الشباب. ايوه ايوه ولكن اذا عدتها يعطيك العافية، أغنية جميلة عشان خاطري غنيتها واستمتعنا فيها. بالبداية حضورنا ومشاهدينا باسمي واسمكم، خلونا أرحب نجم الأغنية القطرية اللي زايرنا ومنورنا الليلة في مسرحنا صوت السهارة، الفنان حسن الأحمد. مساء الخير ومنورنا معانا وإن شاء الله تستمتع معانا. عادل، ذكرت في لقاءات كثيرة بأن الأغنية البحرينية تفتقد إلى الدعم، أي نوع من الدعم تقصده؟ طبعاً الدعم المادي هو الشيء اللي أخر كثير ظهور الأغنية، ما نقول الأغنية البحرينية، نقول الفنانين البحرينيين. يعني إحنا كلنا طلعنا بجهود، يعني أنا طلعت بجهود ذاتية، يعني بفضل شركات الإنتاج اللي أنتجت لي من برا البحرين. نعم. ولكن للأسف أن من البحرين ما شفت يعني حد اهتم، خصوصاً أني أنا مثلاً في أول ظهور لي كنا نتكلم عن هالموضوع في برنامج مسابقة، كانت من أول المسابقات اللي صارت في الوطن العربي في الإمارات في سنة 99. كان معي أخوي حسين الجسمي ونجوم كبار طلع يعني في ذيك الفترة، ولجنة التحكيم كان الأستاذ حلمي بكر وحسان المنذر، كان في أيضا لجان تحكيم كبيرة وأسامي معروفة. طلعت أنا الرابع على الوطن العربي 22 أو 23 دولة، وحسين كان طلع الثالث على الوطن العربي. حسين جسمي رجع الإمارات، أنا رجعت البحرين، اهتموا فيه، طلع نجم طبعا الحين وجه له ألف تحية. رجعت البحرين يمكن ثلاث شهور أنا قعدت في البحرين بعد هذا البرنامج، معني محقق الرابع الوطن العربي، حتى مقابلة ما حد عمل لي. فبعدها وقعت مع روتانا، بديت أطلع تواجد، يمكن أنا أكثر برامج طلعت فيها بالكويت أكثر من البحرين، الدول الخليجية. فأتمنى أن يعني المحبين للفن، إحنا ما نلوم أحد، ما ألوم وزارة الإعلام، قبل كان الشباب يلومون وزارات وهال وزارات يعني ما تنتج لمطربين، ولكن في هناك إمكانية لعمل برامج، لعمل حفلات. يعني حتى احنا نفتقر بوجود حفلات كبيرة بالبحرين لظهور هذه، يعني الكم الموجود اللي يحتاج اللهم بس بوش، يعني بحيث ان